السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا طبعا ومرحبا بحضراتكم جميعا. برحب بكم طبعا النهاردة في محاضرة شيقة جدا مع أستاذنا الكبير الباشمهندس عاصم. طبعا باشمهندس عاصم من الناس مشهورة جدا في مجال الستيل ستراكشر في مصر، ويعني هو غني عن التعريف، لكن باشمهندس عاصم حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة اسكندرية سنة 2012، وحصل على درجة الماجستير من قسم هندسة إنشائية تخصص ستيل ستراكشر سنة 2016، ومفتش دهانات معتمد من الهيئه البريطانيه البي جي اي اس سي اس دبليو اي بي من سنه 2018، ومدير مشروعات معتمد بي ام بي من سنه 2022. وطبعا ان شاء الله هيكلمنا عن فاندمنتالز اوف ستيل ستراكشر بروتكشن بينتنج. اهلا ومرحبا بحضرتك طبعا باشمهندس عاصم، منورنا. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا باشمهندس، احنا كده جاهزين، ولو حضرتك حابب تبدا دلوقتي كده تمام. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والنهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن Fundamentals of Steel Structure Protection Bending، اللي هي يعني هندخل زي اساسيات الحمايه بتاعت الستيل ستراكشر، حمايه من الصدى، يعني ده المقصود. هو الاول زي ما الباشمهندس احمد تفضل، يعني والله انا يعني تقديمه جميله جدا، وانا مهندس مدني دفعه 2012، والحمد لله معايا ماجستير في دي ستراكشر من جامعة اسكندرية برضه سنة 2016، و سيرتيفايد بينتنج انسبكتور من سي سويب. سي سويب دي زي المقابل بتاع الامريكان ويلدنج انستيتيوت، بس دي البريطاني، دي بتدي سيرتيفيكتس في الدهانات واللحامات، وبي ام بي سيرتيفايد من 2022. انا اول ما اتخرجت اشتغلت فترة ستيل ديزاين انجينير في مكتب دكتور محمد الحويتي يو جي سي اي، وبعدها اشتغلت في عايز ستيل في مصنع الدخيله حوالي 8 سنين، وبعد كده بقى لي سنتين ونص في مصنع العين السخنه في التوسعات اللي بتتعمل هناك از ستيل ستراكشر انجينير. احنا النهارده هنتكلم عن خمس حاجات يعني في الموضوع ده. الاول زي مقدمه كده عن يعني ايه صدى، وايه هي الاساسيات بتاعت ان احنا نفهم الصدى بتاع الحديد بيحصل ازاي، وايه انواع الحمايه اللي بتحصل على القطاعات الستيل علشان نحميها من الصدى، وعندنا كمان ايه الكوتنج ابلكيشنز تكنولوجي اللي بتحصل، واخر حاجه هنتكلم شويه عن الكواليتي كنترول والانسبكشن بتاع الستيل ستراكشر بينتنج. اول حاجه، هو احنا ليه لازم نعمل كوتنج الحديد للصلب الانشائي ستيل ستراكشر؟ هو في ثلاث اسباب احنا بنعمل حمايه ببينتنج للصلب. اول سبب فيهم ان احنا نفضل محافظين على الخصائص بتاعه القطاع، يعني يفضل القطاع محافظ على الثيكنس بتاعه وما يحصلش تغير في الكيمياء بتاعه المعدن نفسه، ويفضل المعدن محافظ على نفس الجريد بتاعه. يعني حاجه زي الصوره اللي قدامنا دي، انت ممكن يحصل ان الممبر كله يتاكل، وساعتها الاستراكشرال سيستم هيتغير خالص في المنشا. تاني حاجه طبعا اللي هي الحاجه المشهوره جدا، ان الناس كلها فاكره ان احنا بنعمل بينتنج للستيل علشان بس اللون، ده طبعا احد اهم الاسباب. انت عندك مثلا حاجه زي اليوتيليتيز في المصانع، انت كل ميديا ماشيه في بايب بيبقى ليها لون، يعني الميه مثلا بيبقى لونها اخضر، الغاز بيبقى لونه اصفر، فهي دي احد الاستخدامات المهمه بتاعت الدهانات، ان انت بتبقى عايز تدي للحاجه اللون بتاعها. وتالت حاجه ان انت بتبقى عايز تعمل زي كوست افكتيف مينتنس، انت تزود الفترات اللي انت بتعمل فيها صيانه للحاجه من فتره لفتره، وتمنع ان الستيل يعمل دامج للحاجه جنب منه، زي الصوره مثلا اللي عندنا دي. احنا عندنا ستيل ستراكشر بدا يحصل فيه كوروجن، والكروجن ده اتنقل للصلب للحديد اللي جوه الخرسانة. يعني انت لو ده كان معمول له بروبر كوتنج، ما كانش هيبدأ يأثر على المنشأ اللي جنب منه، وبالتالي كان هيخلي فترة الصيانة تطول، يعني بدل ما تحتاج انت تخش كل كام سنتين تعمل صيانة، لا تدخل كل 10 سنين. طيب هو يعني صدى، هي دي البدايه بتاعت، هو ده الكور بتاع موضوع الدهانات، يعني ان احنا نفهم يعني ايه صدى وايه اللي بيزود الصدى. هو الصدى هو تفاعل ما بين حاجتين، ما بين الماتيريال بتاعتنا اللي هي مثلا في الحاله بتاعتنا دي الستيل،
وبين الـ surrounding environment الوسط المحيط. هما ثلاث أقطاب لو موجودين مع بعض بيحصل صدى. أول حاجة هو الكاثود، وتاني حاجة هي الأنود، وتالت حاجة هي الإلكترولايت. لو أي واحد في دول مش موجود ما بيحصلش كروجن. طب هو إيه يعني إيه أسود وكانود وأنود وكاثود وإلكترولايت؟ إحنا كنا خدنا الدايرة دي زمان في المدرسة، مشهورة أو اللي هي الدايرة الكهربية بتاعت بيقولوا عليها الجالفانيك سيل أو الجالفانيك باتري. دي بتبقى متكونة من قطب موجب وقطب سالب ووسط سائل محيط بيهم و الالكتريكال كونكشن او يعني الواير اللي رابط القطب السالب بالقطب الموجب. والقطب السالب دايما بيكون هو المعدن الاكثر، المعدن هو القطب الموجب بيكون هو المعدن الاكثر نوبيليتي يعني، والمعدن الاكثر الانثث، والقطب السالب هو المعدن الاقل في الجريد. يعني مثلا لو حطينا ذهب مع حديد بيكون الحديد هو الانود والذهب هو الكاثود، وده هنجيله بعد كده. احنا معانا فيديو يعني صغير جدا بس هيفهمنا ايه اللي بيحصل في الدايره بتاعه الصدى. هو مفيش صوت بس يعني هو بيقول ان بيتكون الدايره بتتكون من اربع اجزاء، هي الانود اللي هو القطب السالب، مثلا في الحاله دي هو المغنيسيوم، والميتاليك باث اللي هو الوصلة الكهربية، والكاثود اللي هو القطب الموجب اللي هو في الحالة دي تقريبا الكبر النحاس، والإلكترولايت اللي هو الوسط المحيط السائل المحيط اللي بيكون فيه أيونات زي المية مثلا أو مية البحر. الموضوع ان انت لما بتوصل الانود بالكاثود وفي الكترولايت وفي ميتاليك باث، اللي بيحصل مثلا ان في الحاله دي الصلب اللي هو القطب السالب هنا بيبدا يفقد الكترونات بتروح للقطب الموجب اللي هو في الحاله دي النحاس. اللي بيحصل ان القطب السالب بيحصل فيه ريدكشن في الحجم، الحجم بتاعه بيقل، والقطب الموجب بيحصل فيه يعني زيادة في الحجم. هي دي فكرة الصدى. علشان كده يعني دايما بتلاقي ان لو شفت اي حاجة حصل فيها صدى بتلاقي في اجزاء في حجمها بيقل وفي اجزاء حجمها بيزيد. يعني بتلاقي مثلا لو سيف حديد تسليح بتلاقي جزء منه قطره بيقل وفي جزء منه قطره بيزيد. طب ايه اللي يعني ايه برضو اللي بيحصل؟ احنا ما فهمناش. عايزين نفهم اكتر ايه اللي ليه في الكترونات بتمشي من الجزء بتاع الصلب بتروح للجزء بتاع النحاس مثلا، وايه اللي بيخلي القطاع يدوب كده جوه المحلول اللي محطوط فيه او الميه. احنا محتاجين ان احنا نقرب اكتر شويه. انا بس محتاج المهندس احمد يقول لي لو في صوت هيبقى ظاهر هنا في الفيديو ده ولا لا. باشمهندس احمد Here's our magnification of the different parts of the voltaic cell. You can see some of the atoms in the metals and in the solutions. So let me show you what's. Here's our الراجل هنا الراجل ده بصراحة ده فيديو ممتاز جدا بيشرح ايه يعني ايه جالفانيك سيل بطريقة بسيطة خالص. هو هنا هيشرح لنا ما بين ان هو وصل زنك بنحاس، وفي الحالة دي الزنك هو اللي هو المعدن الاقرب ان هو يسيب الالكترونات منه. فهو هيشرح لنا كده كاننا جبنا عدسه مكبره ودخلنا بصينا على ايه اللي بيحصل على سطح المعادن دي ساعه لما بيحصل صدى. هو الفيديو صغير بس برضه انفورماتيف. Of the different parts of the voltaic cell. We can see some of the atoms in the metals and in the solutions. So let me show you what's what. This is the magnification of the area here. These zinc atoms are on the edge of the piece of the zinc metal. And then these Zn2 plus ions are in the solution. They're part of this ZnSO4 solution. And so we've got a wire that connects the zinc and the copper. Why is that? Well, when we connect these two pieces of metal with wire,
it kind of starts a tug of war between the zinc and the copper. They're having a tug of war for the electrons. One of them wins and one of them loses. It turns out that Cu2+, these atoms here, Cu2+ has a really strong pull for the electrons. But then on the other hand, zinc, these zinc atoms, zinc has a weaker pull for electrons. And what happens is, let's say this zinc atom here gives away two of its electrons. And these electrons enter the wire and move towards the copper. Now, when zinc gives away those two electrons, it causes its charge to change. It's lost two electrons, so it gets a positive charge, and it becomes Zn2+. Now, changing from neutral zinc to zinc2+ has a big effect on this atom. And that's because neutral atoms make up solid metal, but metal ions usually dissolve in water. So after this zinc atom, بيتكلم ان لما بيكون في معدنين متوصلين ببعض ومتوفر فيهم الاشتراطات اللي احنا قلناها اللي هم الاربع حاجات اللي هم الانود والكاثود والالكترولايت والميتاليك كونكشن اللي بيحصل ان في معدن من الاثنين بيكون اقوى في ان هو يشد الالكترونات عليه. في الحاله دي كان الكبر اللي هو النحاس، النحاس هو اللي بيشد الالكترونات من الزنك. فاللي بيحصل ان الزنك، ذرات الزنك اللي على سطح المعدن بتبدا ان هي تسيب الالكترونات تمشي جوه الواير وتروح للكبر. ده بيخلي فيه ايونات زنك بتتولد زد ان بلس 2 اللي هو حاططها دي. الزد ان بلس 2 ده اللي بيحصل ان هو بيتفاعل مع ايونات جوه السائل اللي محطوط فيه وبيترسب كملح، كملح زنك. واللي بيحصل في النحاس اللي هو الناحيه اللي على اليمين ان بيبدا يجي لها الكترونات من الواير، فالالكترونات دي بتتفاعل مع ايونات تانية من الوسط اللي حوالين منها وبتترسب عليها، بيبدا السائل اللي حواليها يعمل ملح، ملح نحاس بيترسب على المعدن بتاع النحاس. فده اللي بيسبب ان الكاثود بيحصل فيه تآكل، ان الايونات بتاعته بتسيب السطح وبتنزل جوه السائل، وده اللي بيحصل بيخلي الكاثود بيحصل فيه زياده في الحجم لان الايونات بتاعه السائل اللي حواليه بتاخد الالكترونات اللي رايحه للنحاس مثلا في الحاله دي وبتترسب على السطح. Here's our magnification. طيب مين ده اللي يقول اني معدن هو اللي يشد الالكترونات اكتر لناحيته؟ هو في حاجه شهيره اسمها جالفانكسل، ان هو يعني بالتجارب يعني اللي اتعملت العلماء بقى عندهم لسته بكل المعادن اللي عندنا في الطبيعه ومين هي المعادن المور نوبيليتي اللي بيقولوا عليها الاكثر نبلا، يعني هي اللي بتشد الالكترونات عليها اكتر، ومين هي المعادن الاقل نبلا. بمعنى تاني احنا عندنا الليسته دي، لو حضرتك شفت البوتنشال اللي على اليمين دي، كل ما طلعت فوق في الليسته كل ما كان المعدن ده اقوى واكثر نبلا بيشد الالكترونات عليه، وكل ما نزلت في الليسته كل ما المعدن ده كان اقل، يعني اقل في النوبلتي. يعني مثلا لو خدنا في الحاله اللي فاتت دي كان الكبر وصلناه بالزنك، بما ان الكبر اعلى من الزنك في الجالفانيك ليست فهو اللي هيشد الالكترونات عليه. طب احنا لو وصلنا كبر بنيكل مثلا، لا في الحاله دي النيكل هو اللي هيشد الالكترونات عليه وهيحصل تاكل ساعتها في الكبر مش في النيكل. فهي بتعتمد على مين هو المعدن اللي هيشتغل كانود ومين هو المعدن اللي هيشتغل ككاثود. هي الليسته دي مثلا ناقصها مثلا الجولد، بس هو الجولد غالبا بيبقى ما بين التيتانيوم والجرافيت. يعني لو وصلت الذهب بتيتانيوم الذهب هو التيتانيوم هيحصل له تاكل، لو وصلت الذهب بالجرافيت الذهب هو اللي هيحصل له تاكل. اتمنى تكون الدنيا واضحه يعني. طيب برضو احنا دلوقتي في الحاله بتاعتنا بتاعت الستيل، احنا يعني نادر لما بيكون في اكتر من معدن متوصلين ببعض. طيب ليه بيحصل تاكل في الحديد؟ ده بيكون لان ذرات الحديد نفسها ما بتبقاش على نفس الشحنه زي بعضها، دايما بيكون في اجزاء مايله اكتر ان هي تسحب الالكترونات عليها واجزاء بتكون مايله اكتر ان هي يعني الالكترونات تتاخد منها.
مستحيل يكون بيرفكت لدرجة ان هو يبقى كله عنده نفس البوتنشال بتاعت الالكترونات. وده اللي بيولد الرست، ان بيبقى فيه اجزاء من الحديد واخدة بتشتغل ككاثود واجزاء من الحديد بتشتغل كأنود. وده مثلا اللي بيحصل لما بنحط حديد في مية من غير اي حماية، اللي بيحصل ان فيه اجزاء من الحديد بتشتغل ككاثود والسطح بتاع الحديد نفسه بيعتبر هو الميتاليك باث، وبيبقى عندنا المية اللي هو هي دي الطرف الرابع اللي هو الالكترولايت. يبقى كده خلاص الدايرة بتاعت الصدى اكتملت، وده اللي بيسبب تآكل في الحديد. بتلاقي فيه جزء بيحصل فيه تآكل وجزء بيحصل فيه زيادة في الحجم. طيب احنا دلوقتي يعني خدنا فكرة يعني ايه صدى، طيب ازاي نمنع الصدى ده؟ هو في طريقتين، اشهر طريقتين للبروتكشن هي واحدة حاجة اسمها ميتاليك بروتكشن وحاجة اسمها اورجانيك بروتكشن. الميتاليك بروتكشن ده فكرته بتعتمد على ان هو بيقولوا عليه حتى كمان ساكريفيشال، ده فكرته بتعتمد على ان انت بتدهن سطح الحديد مثلا بمعدن يكون اقل منه في النوبيليتي زي الزنك هي الجلفان. اللي بيحصل ان لو حصل خدش او خبطة او حاجة على الحديد، اللي بيحصل ان الزنك في الحالة دي هو اللي بيتعامل كأنه كاثود مش جزء من سطح الحديد، لان هما الاثنين متصلين مع بعض وفي وجود الطرف الرابع اللي هو الالكترولايت. فساعتها الزنك هو اللي بيحصل فيه صدى، والصدى بتاع الزنك ده هو اللي بيقفل الخدش او الفتحة اللي ظهرت من الحديد ده. فدي فكرة الجلبنة اصلا، ان انت بتدهن سطح الحديد بمعدن يكون اقل منه في النوبيليتي، او بمعنى تاني يكون تحت منه في الجلفانيك سيل في الجلفانيك ليست زي الزنك. اشهرهم الزنك وممكن الالومنيوم برضو. ومعانا فيديو دلوقتي يعني بيقول لنا ازاي بيتعمل الجلفانا دي، عمليه الجلفانا بتتم ازاي. هو الفيديو ما فيهوش صوت، هو هنا دي بتبقى عباره عن احواض من الزنك بيتوصل بيها القطاعات الستيل، وبيكون احواض الزنك دي متوصله بشحنه سالبه والصلب بيكون متوصل بشحنه موجبه، وده بيسبب ترسب للزنك فوق الحديد. بعدين بيحصل زي سيرفس تريتمنت كده وبيتقاس السمك بتاع الزنك اللي فوق سطح الحديد. ودي تعتبر اقوى طريقه لحمايه الحديد، يعني دي دايما بيتعامل بيها عمدان الاناره مثلا. في ستيل ستراكشر ساعات بيتعمل له جلفانا، بس هو يعتمد على يعني حجم الحوض بتاع الجلفانا المتاح في مصر. يعني في مصر مشهور جدا الحوض بتاع السويدي، بس انا بصراحه ما عنديش فكره ابعاده ايه، بس لكن ده ما يقدرش ياخد الى ما لا نهايه، يعني ليه حجم محدد. فده اللي بيخلينا مش دايما بنقدر نعمل جلفانا للستيل ستراكشر. بالمناسبه ده اشهر نوع من الجلفانا دي اللي بيقولوا عليها هوت ديب جلفانايزنج، اللي هو الجلفانا في الاحواض بتاع احواض بالغمر. في طرق تانية للجلفانا لكن هي دي اشهرهم وهي دي اقواهم. برضو احنا عايزين نفهم ايه فكره الجلفانا، ليه لما بنوصل زنك بحديد الحديد ما بيحصلوش تاكل. هنا برضو معانا فيديو فيه تجربه، برضو الفيديو ما فيهوش صوت. هو هنا الراجل في المعمل عمل زي محلول وجاب ده زي ده مسمار صلب ومتوصل بشريحه كده من الزنك، وهيجيب عينه تانية عباره عن مسمار صلب بس، وهيجرب هيحط المحلول اللي هو جهزه ده حاجه زي HCl هيحطها للعينتين، وهيشوف مين فيهم اللي هيحصل فيها كوروجن اكتر من او اسرع من العينه التانية. هنلاقي في الحالة دي ان لو بصينا على المسمار الصلب اللي لوحده ده بدأ يحصل تفاعل على سطحه، في الناحية التانية الصلب اللي متوصل بالزنك الزنك هو اللي بدأ يحصل فيه تآكل، والمسمار الصلب زي ما هو ما حصلش فيه اي حاجة. ده بسبب ان الوصلة اللي ما بين الصلب والزنك خلت الصلب يشتغل ككاثود فما حصلش فيه تآكل. هيجرب يقطع الميتاليك كونكشن ده، في الحالة دي المسمار الصلب رجع زي ما كان، يعني ما بقاش فيه اي بوتنشال زيادة لي. هنلاقي ان المسمار الصلب بدأ يحصل فيه تفاعل هو كمان. هو ده اللي بيحصل في
الجلفنه ان انت بتوصل زنك بالصلب بحيث ان لو حصل اي مهاجمه من الوسط المحيط المهاجمه كلها بتروح للزنك مفيش حاجه بتوصل للصلب. ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده كان اول نوع اللي هو الميتاليك بينتنج او ساكريفيشال بينتنج. والساكريفيشال بينتنج او الميتاليك بينتنج ده بالمناسبه الالوان المتاحه فيه محدوده جدا يعني في حاله الزنك او الالومنيوم حتى انت لازم الممبر في الاخر هيطلع لونه بلون الزنك او لون الالومنيوم. النوع الثاني هو الاورجانيك بينتنج او بيتقال عليه البارير بينتنج. ده فكرته مختلفة عن الساكريفاشيال اللي فات. ده فكرته ان انت بتعمل بارير ما بين بتفصل الحديد عن الالكترولايت والمية بحيث ان الحديد احنا قلنا ان في عندنا مثلث كاثود وانود والكترولايت. انت سطح العينة او سطح الممبر عندك اللي هو الستيل غصبا عنك بيكون فيه كاثود وانود. فانت عشان تكسر الدايره دي بتحتاج ان انت تفصل الالكترولايت عن الكاثود والانود وده اللي بيحصل لما بتدهن سطح الحديد بمواد بيكون اصلها اورجانيك يعني مواد زي البوليوريثان والايبوكسي والمواد اللي هي بيكون اصلها عضوي. برضو هنا معنا فيديو ما فيهوش صوت برضو هو بيورينا ازاي هما بيعملوا ايزوليشن كده للسطح بتاع الحديد ان هما بيغطوا سطح الحديد تماما عن الوسط المحيط بحيث ان ما بيكسر الدايره بتاعه الالكترود الالكترولايت كاثود انود يفضل الكاثود والانود لوحدهم بعيد عن الالكترولايت فما يحصلش كروجن. ده برضو فيديو بيورينا ايه اللي بيحصل. دي الدايره اللي احنا كنا بنتكلم عليها جلفانيك سيل وهو هنا دهن الانود بأورجانيك ماتيريال ده خلى الدايره تتكسر ما بقاش فيه دايره خلاص. طيب احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه صدى وعرفنا ايه انواع البينتنج عامه او ازاي بنفصل ازاي بنكسر الدايره بتاعت. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي بقى نعمل البينتنج ده. هو احنا ليه بنعمل يعني برضو لو حد اتعرض قبل كده لستيل بينتنج هتلاقي دايما بيحصل بيبقى فيه حاجه اسمها سيرفيس تريتمنت. هو احنا ليه لازم نعمل سيرفيس تريتمنت او نرمل او نصنفر السطح الاول. ده بيكون لاربع اسباب. اول حاجه ان احنا عايزين نحسن التماسك ما بين الدهان اللي هيجي على الحديد وما بين سطح الحديد نفسه. وبالمناسبه الصوره الخلفيه دي هتلاقي اللي على اليمين ده بيبقى شكل البروفايل بتاع الستيل سيرفيس تحت يعني الميكروسكوب. لو قربنا هنلاقي حاجه زي جبال كده يعني ده اللي هو بيتقال عليه السيرفيس رافنس ان انت بتعمل زي تخشين للسطح في المايكرو بتعمل زي تخشين للسطح. ده اللي بيخلي البينتنج شيت يمسك في المعدن اكتر ويخلي عمره اكبر. ده اول سبب اللي هو انهانس ادهيجن. تاني سبب ان انت ريموف كونتامينيشن عايز تشيل اي كونتامينيشنز على السطح اي املاح على السطح. يعني احنا لو دهنا على سطح فيه املاح اصلا فاحنا كده ما عزلناش الالكترولايت عن الكاثود والانود هو ستيل لسه الكاثود والانود معاهم الكترولايت. فانت لازم تتاكد ان السطح بتاع الحديد قبل الدهان نظيف تمام. ثالث سبب هو السيرفيس سموثنج. انت مش عايز السطح بتاعك برضو يبقى فيه عالي وواطي على المستوى البعيد يعني مش على المستوى التلسكوب. فانت لازم تعمل سيرفيس سموثنج مثلا ما يكونش فيه عندك بواقي دهان قديمه اعلى ما يكونش عندك فيه ميتال تاني مثلا محطوط زي الميلسكيل لما تبقى الشغل الممبر لسه طالع من خط الدرفله بيكون عليه حاجه اسمها ميلسكيل وده معدن تاني في الجلفانيك ليست. فانت بتبقى لازم تخلي السطح كله ميه واحده. رابع سبب واخر سبب هو الراست بريفنشن ان انت ما يبقاش عندك صدى قديم موجود فوق السطح فانت تدهن عليه فيفضل الدنيا مكمله زي ما هي. دي الاربع اسباب اللي احنا ليه بنعمل سيرفيس تريتمنت او ليه بنرمل. طيب هو احنا قلنا بنرمل هو في طريقه تانية غير الترميل للسيرفيس تريتمنت. في ست طرق للسيرفيس تريتمنت اشهرهم طبعا الترميل وافضلهم.
اول حاجه هي الدراي ابريزيف بلاستنج كليننج، دي اللي هي الترميل. هي في مصر احنا بنستخدم الرمل كدراي ابريزيف، فعشان كده بيتقال عليها ترميل. تاني حاجه اسمها هي الهاند اند باور تولينج، اللي هو لما بيحل الصاروخ واستخدام الصاروخ والصنفره اليدويه والحاجات دي. تالت طريقه اسمها ويت بلاستنج، دي هنشوفها. رابع طريقه فليم كليننج، خامس طريقه بيكلينج، سادس طريقه الويذرنج. هناخدهم واحده واحده، ومعنا فيديوهات فيديو لكل طريقه تقريبا. لو بصينا على اول طريقه اللي هي الدراي ابريزيف بلاستنج، دي بيكون معتمده على ان بيكون في زي هواء تحت ضغط، ويعني بيكون في انبوبتين، انبوب فيها هواء تحت ضغط وانبوب فيه الابريزيف ماتيريال، اللي هي زي ما قلنا في مصر بتكون اشهرهم هي الرمل. لكن في مواد تانية، ويفضل اصلا عدم استخدام الرمل، لان الرمل لما بيخبط في السطح تحت سرعه بيكون وسط يعني هازارد كبيرة على الرجل اللي شغال بسبب وجود اكتف سيليكا، وده بتسبب امراض يعني ربنا يعافي الجميع. فبره يعني الماتيريال المنتشرة اكتر هي الجرانيت، بتبقى حاجة زي بودرة جرانيت كده. برضو معنا فيديو بيورينا ازاي بنعمل دراي ابريزيف. هو هنا بيشيل ده البني، ده هو السطح على فكره، اللون الرمادي ده لون الحديد، ده لون اللون الستيل الحقيقي، هو اللون اللي مايل للرمادي اكتر. ده الراجل ده هنا بيعمل ترميل، مش بيدهن. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ وبرده دي يعني تاني اشهر طريقه، هي الهاند اند باور تولينج، الصاروخه، يعني تجهيز السطح بالصاروخ او بالهاند تولينج. هناخد برضو فيديو. هو هنا ده تجهيز سطح باليدوي، هاند تولينج زي الفرشة، وفي برضو تجهيز السطح ميكانيكالي زي الصاروخ. تالت طريقة هي الويت بلاستنج، دي برضو طريقة ممكن مش كل الناس تكون عارفاها، تجهيز السطح بالمية. بيتم ضخ مية تحت بريشر عالي. هو في نوعين، فيها الالترا هاي بريشر وفي اللو بريشر، بس هما في الاخر الاثنين نفس الفكره، ان انت بتضرب ميه تحت ضغط عالي جدا ممكن يوصل ل 30,000 بي اس اي، بحيث ان انت تقدر تشيل الطبقه اللي موجوده على السطح وتبدا تحصل على السيرفس رافنس اللي احنا اتكلمنا عليه. برضو معانا فيديو. هنا في الفيديو هتلاقي اللي بالابيض ده دهان قديم، واللون اللي بيظهر تحت ده هو ده لون الميتال بيز نفسه. الابيض ده دهان قديم هو بيشيله وبيحصل على المعدن نفسه اهو تحت منه. هو برضو الويت بلاستنج يعني منتشر اكتر في الاستخدامات بتاعت السفن والبحرية يعني. رابع طريقه برضو، ودي طريقه مش كومن خالص، هي الفليم كليننج، ان احنا بننظف السطح بالتسخين. ان احنا لما دايما بتستخدم على الاسطح اللي بيكون فوق منها في ميل سكيل، ان انت بتسخن السطح بحيث ان الميل سكيل ده ليه معامل تمدد مختلف عن معامل التمدد بتاع الصلب. فاللي بيحصل ان الميل سكيل اللي بيكون مترسب على سطح الحديد بيسيب الحديد، او لو دهان نفس الفكره برضو، انت لما بتسخنه معامل التمدد مختلف فبيخلي سطح الحديد ينطر اي حاجه فوق منه. ومعانا فيديو برضو. خامس طريقه هي البيكلينج. البيكلينج دي عباره عن احواض، ودي برضو دي بتستخدم اكتر في الميتال شيتس او الكويلز، الميتال كويلز اللي هي الحاجات اللي بيتصنع منها في الاخر هياكل، يعني هياكل السيارات والكانز مثلا اللي بنشربها، بتكون معموله من صلب معمول له بيكلينج. البيكلينج دي بتبقى زي احواض على خط الدرفله بتاع الحديد الشيتس. الشيت بيدخل جوه البيكل تانك،
بقى يطلع ياخد راينستنك، بيحصل زي تفاعل كيميائي على سطح الحديد بيديله طبقه كده شبه الجلبنه، او هي مش جلبنه ولكن يعني طبقه، ده بيعتبر الصلب معمول له بيكلينج. ده دي بتشيل اي كونتامينيشنز واي املاح على سطح الحديد، وبيطلع في الاخر سطح حديد زي ما انتم شايفين. حتى الكويلز دي في الاخر بيتعمل لها زي باكجينج كده وبتتقفل، وبتروح بعد كده للمصانع اللي بتاخدها تعمل عليها البروس اللي بعدها زي تصنيع الكنز مثلا. سادس طريقه، وبرده الطريقه دي ممكن مش الناس كتير اللي عارفاها، حاجه اسمها ويذرنج، ان انت ممكن تحتاج ان انت تسيب سطح الحديد في الجو لحد لما يحصل فيه ويذرنج، فيمطر اي كونتامينيشنز او اي دهانات موجوده على السطح ده، وبعد ما بتعمل له ويذرنج بتاخد السطح ده تعمل له دهان. هو ايه الميل سكيل اللي احنا قاعدين نتكلم عليه كذا مره؟ ده الميل سكيل دي، ده بيكون زي معدن تاني من اكاسيد الحديد، بيتكون على سطح الممبر بعد مباشره بعد عمليه الدرفله نتيجه التبريد المفاجئ اللي بيحصل على الخط، يعني زي اللي احنا شايفينه. هنلاقي فيه مثلا الاتش سيكشن، الاي سيكشن اللي على اليمين فوق، في عندنا الريل اللي تحت، كل دول الحاجه في زي طبقه زرقاء كده، او يعني رمادي عاطي على ازرق شويه، ده الاكسيد بتاع الحديد اللي بيتقال عليه ميل سكيل. والاكسيد الحديد ده يعني بيكون موجود على سطح الممبر اول فتره بعد ما بيطلع من الدرفاله، لكن لو اتساب في الجو واتعمل له ويذرنج زي ما احنا قلنا من شويه، فبيبدا السكيل ده ينطر من على سطح الحديد. لكن ما ينفعش ان احنا نسيبه، لان ده يعتبر معدن تاني في الجلفانيك سيل، وبالتالي هيشتغل كانه كاثود، والصلب في الحاله دي هيشتغل كانه انود ويحصل فيه تاكل. طب احنا هو الصدى او الرست ده كله نفس الدرجه يعني، ولا الصدى ده درجات؟ هو الصدى 4 درجات عامه، جريد A وجريد B وجريد C وجريد D. ده كل الاكواد العالميه بتاعه البينتنج بتصنفهم للاربع جريدز دول، ممكن يكون مسميات مختلفه، لكن في الايزو اسمها جريد A جريد B جريد C جريد D. طيب ايه الفرق ما بين الجريدز؟ جريد A هتلاقي ان السطح معظمه ميل سكيل، حتى هتلاقي السطح لونه رمادي مزرق. جريد B بيكون السطح ده اتساب في الهواء اكتر شويه، فبيبدا الميل سكيل يقع من عليه، فبتبدا تشوف عليه زي اجزاء عليها ميل سكيل واجزاء تانية بيكون عليها سطح الصلب نفسه، وبدا ياخد حتى اللون الاحمر اللي هو لون اكسيد الحديد. طب لو سيبناه اكتر في الجو، هيوصل لجريد سي. جريد سي ده بتعرفه ازاي؟ ان السطح ما بيكونش عليه ميل سكيل خالص تقريبا، خلاص بيكون السطح فيه بيتنج صغيره، نقر صغيره على السطح. لو سيبناه اكتر في الجو، يعني لو سيبنا السطح مش متغطي باي حاجه في الجو لمده سنه سنتين، بيوصل لجريد دي. بقى جريد دي ان السطح بيكون بدا يظهر فيه نقر كبيره. هو ده مش عيب كدهان، يعني انت تقدر تدهن سطح عليه جريد دي مفيش مشكله، لكن انت كستراكشرالي انت ممكن القطاع بتاعك، الخصائص بتاعته تبدا تتغير، زي مثلا انت عامل بيلت اب سيكشن والستيل شيت ده كان المفروض السمك بتاعه 20 ملي، ال 20 ملي دول لما حصل فيها بيتنج كبيره بقت 19 ملي 18 ملي. في الحاله دي انت بتبدا لا تشيك، انت السمك بتاع البيلت اب سيكشن او الاستراكشرال بروبرتيز بتاعتك اتغيرت، ولو ما فيهاش مشكله فهي كدهان ما فيش اي مشكله ان انت تدهن على سطح عليه جريد دي. طيب احنا ازاي نقيس الكواليتي بتاعت السيرفيس تريتمنت؟ يعني احنا رملنا دلوقتي شغلان، هل كل الترميم زي بعضه ولا في درجات؟ لا هو درجات. احنا عندنا، خلينا نتكلم عن الهاند اند باور تولينج وعن الدراي ابريزف اللي هو الترميم. هنلاقي الهاند اند باور تولينج فيه درجتين ترميم. انت هتلاقي دايما لو خدت مثلا اي عقد دهانات
دايما بيكون في المنطوق بتاع العقد متوصف فيه او السبيكس حتى بتاعه المشروع بيكون متوصف فيها السيرفيس تريتمنت درجته بتبقى ازاي. عندنا هاند اند باور تولينج في اس تي 2 واس تي 3. اس تي 2 دي الهاند تولينج يعني بفرشه يدوي او بصنفره يدوي، وعندنا الاس تي 3 اللي هي الباور تول كليننج. الاس تي 3 طبعا افضل من الاس تي 2. طيب لو رحنا على الدراي ابريزف هنلاقي عندنا اربع درجات اس اي 1 اس اي 2 اس اي 2.5 واس اي 3. كل دي درجات ترميم ولكن بيختلفوا عن بعض في البريشر بتاع الرمله وهي بتضرب في المعدن وفي لون السطح بعد ما بيطلع معانا، وده هنشوفه دلوقتي في الجدول. لو خدنا الهاند اند باور تولينج هنلاقي اول صف ده الاوريجينال سيرفيس الستيل جريد او يعني الدراست جريد، عندنا A B C D. هنلاقي مثلا لو خدنا دي ده بيكون شكل السطح بعد ما بيحصل عليه اس تي 2، وده بيكون شكل السطح لما بيحصل عليه اس تي 3. دي بتبقى زي كارتيلا الراجل البنتنج انسبكتور لما بيروح يستلم سطح معمول عليه سيرفيس تريتمنت، مفروض ان مثلا متوصف عنده في العقد ان هو اس تي 3 وهو لا السطح ده قبل ما يترمل او قبل ما يتجهز كان جريد ستيل جريد سي، فهو مفروض ينزل يلاقي اللون ده. لو ما لقاش اللون ده فهو بيعتبر السطح ده مرفوض. طيب هو احنا ليه ما عندناش اس تي 2 واس تي 3 في الراست جريد ايه؟ ده بسبب ان الميل سكيل تمسكه مع السطح بيكون قوي فما بتقدرش تشيلهم، يعني طول ما انت الراست جريد مش هتقدر تشيل الميل سكيل ده ولا بهاند تولينج ولا بباور تولينج، لكن لما بيدخل في راست جريد دي تقدر تشيله بالهاند اند باور تولينج. طيب الدراي ابريزف عندنا SA1 SA2 SA2.5 وSA3، وبرضو طبعا المسميات بتاعتهم بتختلف حسب السبيكس العالمية، يعني SSBC بيسموه مسميات تانية بس هو الأشهر هو SA2.5 مثلا. برضو في الحالة دي انت بتنزل تشوف السطح بتاعك، لو مثلا السطح بتاعك كان Rust Grade B عملت عليه SA2.5 او كان متوصف في العقد SA2.5، مفروض ان انت تنزل تلاقي السطح باللون ده، لو اي لون تاني فهو بيكون مرفوض. برضو هو احنا ليه ما عندناش SA1 ولا SA2 في راست جريد A؟ ده لنفس السبب، لان البريشر بتاع الرملة في الحالة دي ما بيقدرش ان هو يشيل التماسك ما بين الميل سكيل وما بين سطح الحديد. وبرده هو بالمناسبه يعني معظم الناس اللي شغاله في السوق هتلاقي يعني اكتر درجه ترميل بتبقى متوصفه هي S2.5. دي درجه الترميل اللي بيقدروا يوصلوا لها بالرماله بدون مجهود قوي جدا زي SA3 مثلا. وبرده لو رحنا على جريد دي، انت مثلا لو سطح جريد دي وفي نقر كبيره، لو عملت عليه S2.5 او S3 عادي بتوصل للسطح بتاع المعدن، وده بيكون لون السطح ده لون الصلب نفسه. طيب احنا هنخش بقى في الكوتنج ميثودز. احنا خلاص عرفنا احنا ازاي بنعمل تجهيز للسطح، طب ازاي ندهن بقى السطح نفسه؟ هو في ثلاث طرق هم بس اللي موجودين للدهن. اول طريقه هي الايرلس سبراي ودي اشهرهم وافضلهم. تاني طريقه هي البنت براش اللي انت بتدهن بفرشه. تالت طريقه هي الرولر ان انت تدهن برولر. افضلهم طبعا الايرلس، اقل منها شويه هي البراش، اقلهم خالص هي الرولر. والرولر ما بتفضلش ان هي يعني ما بتفضلش استخدامها، ولو هنستخدمها ما ينفعش نستخدمها في اول طبقه، لان زي ما احنا شايفين هنا الرول ما بتقدرش ان هي تملى سطح الحديد كله. هناخد برضو ايه واحده واحده ايه مميزاتها وايه عيوبها. هنلاقي مثلا البراش عندنا ان هي ميزتها ان هي بتفرد اكتر على السطح، بتغطي السطح كله افضل من الروله كفيرست كوت، وبتكون افضل في الاماكن الضيقه اللي ما بنقدرش نوصل لها بالايرلس سبراي. طيب ايه الليميتيشنز بتاعتها؟ ان هي بتدي لو فيلم ثيكنس، فانت بتحتاج تدي كذا وش اكتر، وطبعا ان هي سبيد سلو، انت يعني معدل الفرد بتاعها بطيء جدا مقارنه بالسبراي.
طيب الرولر الرولة ايه عيوبها؟ هي الرولة اسرع من الفرشة، ولكن وبتكون كويسة جدا في الاماكن الضيقة برضو، لكن عيوبها كتير ان هي ما بتغطيش الاماكن اللي على السطح كلها، ممكن تسيب هواء او هواء فيه بخار تحت منها، فده ممكن يسبب صدى بعد كده تحت الدهان. افضلهم هو الاير سبراي، ان ده بيخلي الراجل الابليكيتور بيقدر يفرد كميه بطريقه ممكن توصل لاربع مرات اكتر من الفرشه، ومرتين او اكتر باكتر من الرولة يعني. فهي طريقه الاسبراي دي اعلى اكتر طريقه مستخدمه، لان هي اقتصاديا هي اكتر واحده فيهم ما بتهدرش خامات، واكتر واحده فيهم بتقطع معاك مسطحات كبيره في وقت اقل. طيب الكواليتي كنترول اند انسبكشن، وصلنا لاخر جزئيه في المحاضره، هي احنا ازاي بنعمل كواليتي كنترول وانسبكشن للدهان. احنا عايزين نعرف اصلا ايه التاسكات اللي بتكون على البينتنج انسبكتور في الموقع. هو البينتنج انسبكتور في الموقع بيكون مطلوب منه ان هو يتاكد من السبيكس بتاعت الدهان، يكون متاكد ان المقاول بينفذ الكواليتي اللي مكتوبه في السبيكس دي بالظبط، وكمان بيكون مطلوب منه ان هو يعمل الاي ار او الانسبكشن ريكويست، ويظبط الدوكيومنتيشن بتاعه الشغل. هنبص بسرعه كده عن ايه التولز اللي بيستخدمها البينتنج انسبكتور في الموقع. اول حاجه هي اسمها حاجه اسمها بريسل تيست. بريسل تيست ده بيقيس السولت كونتامينيشن اللي على السطح، عايزين نتاكد ان سطح الحديد ده ما عليهوش املاح بنسبه غير مقبوله، بحيث ان هي تكون سبب في ان يحصل صدى بعد ما ندهن منها. معنا فيديو صغير برضو كده بيورينا البريسل تيست بيتعامل ازاي، بتتلزق زي بطشه كده على السطح، وبيجاب حقنه فيها ميه مقطره يعني ما فيهاش اي املاح خالص، وبنبدا نملاها جوه البطشه ونمسح على السطح بحيث ان الم اكبر كميه ممكنه من السيرفيس كونتامينيشن جوه الميه دي، وبعد كده بيتقاس نسبه الاملاح في الميه دي بجهاز قياس املاح. وبرده بيكون في المواصفه بتاعت كل مشروع السيرفيس كونتامينيشن بتاعك المسموح بيه بيكون كام بارت بير مليون بي بي ام. تاني طريقه او تاني تول بيستخدمها البينتنج انسبكتور هي الويت فيلم ثيكنس دبليو اف تي. دي بتستخدم علشان نعرف انا لسه داهن دلوقتي السطح بتاع الحديد، عايز اعرف الدهان ده هيديني ثيكنس كام بعد ما يجف. يعني الدهان لما بيبقى لسه ما مرشوش بيكون فيه لسه سولفنت، والسولفنت ده بيتبخر، لما بيتبخر سطح الدهان السمك بتاعه بينزل. فانا دلوقتي برش وعايز اعرف انا هيبقى معايا سمك كام بعد ما يجف، فاحنا بنقيس بجهاز اسمه كومب جيج، اللي هو اللي على الشمال ده اللي مكتوب عليه الكوميتر ده، بتبقى زي مشط كده محطوط عليه سنون، كل سن اطول من التاني ب 10 مايكرون، بيتحط على السطح وهنشوف في التجربه ازاي بيقيسه. هنلاقي هنا ان الدهان موجود ما بين 90 و 95، فاحنا في الحاله دي الويت فيلم ثيكنس بتاعنا ما بين 90 ل 95 مايكرون. اشهر حاجه في البينتنج انسبكشن هو الدي اف تي، لو حد شغال في مجال السي ستراكشر اكيد شاف الاختبار ده. ده هو جهاز قياس سمك الدهان بعد ما بيجف. ده بيكون عباره عن يعني هو جهاز شغال الكهرباء، بان هو بيبعت زي شحنه ويرد بترد الشحنه دي تاني، فبيعرف المسافه اللي قطعها قد ايه. معانا برضو فيديو صغير ازاي بيقيسه. هنا مثلا في الحاله بتاعتنا دي 248 مايكرون، 290 مايكرون، 298 مايكرون، 244 مايكرون، والمايكرون هو 1 على 1000 من الملي، يعني 244 مايكرون دول زي ربع ملي. ده سمك الدهان بعد ما حصل فيه كيورنج، خلاص جف واخد الوضع النهائي بتاعه. برضو في عندنا حاجه اسمها كروس هاتش تيست،
ده بنقيس بيه التماسك بتاع الدهان مع السطح. هنلاقي ان هو برضو دي زي احنا بنشوف ازاي بيتعامل الاختبار ده، بيتعامل زي الكروس هاتش اللي هو يعني بنخربش على شكل حرف اكس، بنمسح السطح، بنلزق تيب معين بحيث ان هو يشد الاجزاء اللي باقيه على السطح، بيتمسح بالطريقه دي، بعدين بنشد التيب. التيب ده بنبص له تحت زي عدسة مكبرة، بنشوف فيه اجزاء قد ايه طلعت من المعدن، وبنقارن المنظر ده بالستاندرد اللي عندنا. الستاندرد بيدينا كذا شكل للكروس هاتش، ايه هي الاشكال المقبولة وهي الاشكال الغير مقبولة في التماسك بتاع البينتينج مع السطح. هي دي تقريبا كل الاختبارات اللي ممكن يحتاجها البينتينج انسبكتور. طيب احنا بقى كناس مهتم بمجال البينتينج نعمل ايه علشان ندخل في البينتينج، مجال البينتينج؟ هو المجال بتاع البروتكتيف كوتينج هو مجال يعني منتشر جدا ومطلوب فيه الناس قوي، بالذات في يعني سواء ستيل ستراكشر او بايبنج، وهو اكتر طلبا في البايبنج. انت لازم طبعا لو انت حابب الموضوع انت تقرا، و يعني كل حاجه دلوقتي متاحه على النت، وتقدر تدخل تجيب السبيكس سواء الاس اس بي سي او الايزو او اي سبيكس موجوده على النت، تقدر ان انت تذاكرها. وفي حاله ان انت خلاص انت حاسس ان انت بقيت فاهم الموضوع ومحتاج انت تاخد سيرتيفيكت، تقدر ان انت تحسن بيها فرصك يعني في السوق. هما اشهر تو سيرتيفيكتس هما البجاز اللي هي البريتش، والنيس دي اللي هي الناشونال امريكان كوروجن انجينيرنج. النيس والاس اس بي سي دلوقتي اندمجوا تحت منظمه اسمها اي ام بي دي، دي كده امريكان ودي كده بريتش. وحابب ان انا اختم ب يعني زي كوت كده قبل ما نقول الكوت، هو احنا الهدف من المعادله دي ان احنا عايزين نقول ان تغيير بسيط جدا في يومك ممكن يعمل تغيير ضخم جدا في اخر السنه. ان احنا 1 أس 365 بيساوي 1، لكن 1 و1 من 100 أس 365 بيبقى بيساوي تقريبا 38. هي طبعا حاجه يعني مش اكيوريت، بس احنا عايزين نقول ان تغيير بسيط جدا ممكن لما نكرره مرات كتير بيحصل تغيير كبير جدا في الاخر. والكوت هي قليل دائم خير من كثير منقطع، وده زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. تمام، انا كده خلصت. لو في حد عنده اسئله. السلام باشمهندس، طبعا شكرا جزيلا طبعا لحضرتك على المحاضره القيمه دي الحقيقه، يعني اثمنها كثيرا جدا يعني، وكانت ممتعه والله ومليئه بالمعلومات. لو في يا جماعه حد عنده اي استفسار او في اي سؤال ممكن يضغط على المايك فهيظهر لنا وهنفتح له المايك. وبرضه الجروب اللي انتم دخلتم فيه لو حد مش حابب يفتح المايك ممكن يبعت السؤال فيه، وانا هنزل لكم ان شاء الله رابط الحضور كمان شويه. في اي سؤال او اي استفسار؟ هو في سؤال في الجروب يا دكتور بيقول هل التقريض الارضي يزيد؟ انا مش دكتور بس يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس، ان شاء الله. الماجستير بيعمل ايه يا باشمهندس؟ اللي بياخد الماجستير من لسه برضه، لا المشوار طويل جدا يعني، انا لسه ما خدتش اي اكشن قصه الدكتور. ان شاء الله باذن الله تتيسر باذن الله. هو هل استعمال التقريض الارضي يزيد من حمايه الهيكله الحديديه من التاكسد والصدأ والتاكل؟ هو انا مش فاهم يعني ايه تقريض، بس هو غالبا قصده الكاثوديك بروتكشن. في هو في حاجه احنا ما اتكلمناش عليها، واحنا المحاضره دي بتتكلم عن الفاندمنتالز، هي مش داخله، انا مش عايز ادخل قوي في ديب ان ديتيل، بس في برضو احد طرق حمايه
الصلب هي اسمها الكاثود بروتكشن. دي بتكون عبارة عن ان انت ودي دايما بتتعامل على البايبس اللي بتكون ماشية تحت الارض، ما لهاش علاقة قوي بالستيل ستراكشر. ماشي هو ممكن تتعامل على الستيل ستراكشر بس يعني هي منتشرة جدا في الاندر جراوند بايبنج، ان انت بتيجي على البايب في طريقتين منها. في طريقة ان انت بتحط على البايب كتل من الزنك بحيث ان هي يعني فوق الدهان كمان بيتحط عليها كتل من الزنك بحيث ان لو حصل اي مهاجمه من الاملاح اللي في الارض المهاجمه كلها تروح للزنك، وبتيجي كل فتره معينه بتحفر وبتتاكد ان الكتل بتاعه الزنك دي ما حصلهاش ما اتاكلتش كلها، ولو اتاكلت كلها بتبدلها. في طريقه تانية بان هو بيوصل شحنه عكس الشحنه اللي بتتحرك بحيث ان هو يعادل التفاعل بتاع الكوروجين. اتمنى ان انا اكون جاوبت السؤال بتاعه. تمام كده يا دكتور. في استاذ محمد اتفضل افتح المايك. استاذ محمد حضرتك بتعمل رايز هاند، هتفتح المايك هيفتح معاك. طيب كده تمام جدا، وتقريبا كده مفيش اسئله يعني فعلا، لان المحاضره فعلا كانت واضحه جدا ويعني غطت كثير من الاسئله. وحقيقه يعني احنا فخورين جدا بوجود حضرتك معانا باشمهندس. اتمنى والله فعلا ان نكون افدت حد يعني ولو بمعلومه يعني. اتمنى ان احنا برضه يعني انا حابب اقول المجال بتاع يعني هو انا اصلا ما كنتش متخصص في المجال بتاع الستيل بروتكشن، انا كنت مهتم اكتر بالستيل ستراكشر. لكن لما بتشتغل في السايت عايز اقول ان المجال الموضوع بتاع الستيل بروتكشن ده فعلا المجال اكبر من ان الناس تكون متخيله، وبيحصل فيه زي لو انت مش عامل كواليتي كنترول كويس وفاهم ايه اللي بيحصل على السطح، اولا ممكن تتسبب ان انت الستيل سيكشنز بتاعتك دي ما تعيش اكتر. ممكن ان زائد برضو حاجه مهمه ان الستيل البروتكشن كوتنج دي من اكتر الحاجات اللي تكون مكلفه في البروسيس بتاع تصنيع حديد الانشاء، وفي نفس الوقت اكتر حاجه ممكن يحصل فيها زي تلاعب وسرقه ويعني هدر في الفلوس بسبب ان الناس اللي شغاله المجال ما هياش متخصصه قوي ولا داخله في القصه دي بالذات. فانا بس اتمنى ان انا اكون يعني ولو بواحد في المية من اللي احنا اتكلمنا عليها دي. جزاك الله كل خير والله. شكرا من صاحب الصوت، بس بتاع حضرتك بيقطع عندي مش عارف. انا سامع حضرتك يا هندسه. تمام جدا كده يا باشمهندس، احنا كده يبقى محاضره النهارده كده ختمت الحمد لله. الحمد لله ويعني جزاك الله كل خير يا باشمهندس. شكرا شكرا جدا يا صاحبي، اتمنى بعد كده ان شاء الله. ده يشرفنا جدا يا باشمهندس، ده تحت امرك في اي وقت. الله يخليك. شكرا يا هندسه. شكرا جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.